السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها أكيد عن النادي الأهلي، هنرد فيها ضد الأكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بشكر كل الأهلاوية المحترمين اللي بيدعمونا دايما باللايك وكمان الكومنتات اللي فيها عاش الأهلي بجمهوره العظيم. عايز أقول يعني من ضمن الأكاذيب اللي بيروج ليها البعض من النادي المنافس وإعلامه وجماهيره، إن الفلوس وفرق الفلوس الرهيب والرعاية والحاجات الكتيرة اللي بياخدها النادي الأهلي أكتر من نادي الزمالك، ده السبب الرئيسي في فوز الأهلي بالبطولات. عايز أقول إن نادي الجيش الملكي المغربي فاز من يومين بلقب الدوري المغربي للمرة الـ13 بأقل الإمكانيات المادية الممكنة. قدر الجيش الملكي إنه يتواجد ما بين الكبار في المغرب. خلي بالك الوداد المغربي واخد 22 لقب، يعني أكتر من الجيش الملكي 9 ألقاب بس، يعني ما عندهمش الجاب الكبير اللي زي موجود هنا في بين الأهلي وبين الزمالك. ما شفناش الجيش الملكي بيعيط وبيقول أصل الفروق المالية لصالح الوداد هي السبب، لا بيعفروا بيكافحوا. لكن هنا المنافس كل ما بيخسر المبررات جاهزة، أصل الأهلي بياخد فلوس أكتر، أصل الأهلي عنده مجاملات أكتر، أصل السحر أكتر، أصل الشعوذة أكتر. عايز أقول أنتوا مش ملاحظين حاجة؟ بيراميدز لديه القوة المالية الجبارة، يعني الناس اللي كانت بتقول الأهلي بيكسب بطولات عشان معاه فلوس والزمالك ما بيكسبش بطولات لأن الزمالك معهوش فلوس، عايز أقول لك إن بيراميدز وعلى مدار 5 سنوات صرف ما لا يقل عن 3-4 مليار جنيه، 3-4 مليار جنيه إذا لم يكن يزيد. ده رقم جبار، ده رقم رهيب، ومع هذا لم يفز بأي لقب، ما فازش بأي بطولة بالرغم من توافر المال. وزي ما بنقول مال زي الرز، إذن المال لوحده مش كفاية، المال لوحده مش كفاية. طب الشعبية، ما الزمالك عنده شعبية والإسماعيلي عنده شعبية. طب الزمالك ما بيكسبش بطولات ليه زي الأهلي؟ في سر للخلطة. زي كده المطاعم الكبيرة كل مطعم له السر بتاعه، له سر الخلطة بتاعته، كذلك الأمر الأهلي لديه سر الخلطة للفوز بالبطولات. الأهلي لديه منظومة، لديه جمهور، لديه إدارة، لديه كل مقومات النجاح. لا الفلوس كلها بتنفع، ولا الجماهير لوحدها بتنفع، ولا الفلوس والجماهير لوحدهم برضو بينفعوا. انت محتاج ميكس، محتاج سر الخلطة. هتطلع تعيط بقى وتقول اصل حكام، اصل مجاملات، اصل السحر، اصل مش شعوذة، اصل. اقعد اهري زي ما انت عايز. بعض جماهير نادي الزمالك تطالب رئيس الزمالك بمحاولة اقناع نادي بيراميدز انه ينسحب من دوري ابطال افريقيا ويروح الكونفدرالية، والزمالك يشارك بدلا من بيراميدز في دوري الابطال وبيراميدز يشارك في الكونفدرالية الإفريقية. أولا قانونا ولائحيا عادي سهلة، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا عادي. اتحاد الكورة بدل ما يبعت الأهلي وبيراميدز يبعت الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر. بيراميدز مش هيعترض لأنه موافق، لكن السؤال هل إدارة بيراميدز وافقت؟ قولا واحدا لا. إدارة بيراميدز لو لعبت دوري أبطال أفريقيا تقدر تتخطى دور المجموعات،
اي نعم بعد كده مش هيكمل، لكن بيراميدز اقوى بمراحل من نادي الزمالك. يا جماعه احنا عايزين الانديه اللي تشرف مصر، احنا عايزين انديه. الاهلي مش هيفضل شايل الحمل لوحده. الاهلي كده كده باذنك يا رب هيكسب البطوله، لكن عايز فرق برضو يبقى في دور الثمانيه. يعني ما يبقاش المغرب ليها فرقتين في دور الثمانيه، وتونس ليها فرقه في دور الثمانيه، ومش عارف مين في دور فرقتين في دور، الجزائر ليها فرقتين في دور الثمانيه، واحنا كمصر، مصر الحضاره، مصر التاريخ، ما عندناش غير الاهلي بس هو اللي بيعرف يرفع اسمه مصر. فاتمنى ان جماهير الزمالك يبداوا يركزوا على فرق الكونفدراليه الافريقيه، لان الكونفدراليه تليق بكم احسن ما تطلع من دور الثمانيه، ولا تبقى مصيبه سودة لو طلعتوا من دور الثمانيه في بطوله الكونفدراليه الافريقيه. امبارح في مباراه الزمالك وفاركو في لقطه كده، يعني معرفش حضراتكم خدتوا بالكم منها ولا لا، لقطه الحكم طارق مجدي بعد ما الزمالك دخل في جول. بصوا يا جماعة، شايفين اللقطة؟ شايفين الصدمة بعد ما فاركو جاب جول؟ عارف انت دي لحظة تفكير مريرة، انا مجهودي هيضيع ولا ايه؟ عارف انت طالب الثانوية العامة اللي مذاكر وضيع مجهوده كله على المذاكرة، ويخش الامتحان يلاقي سؤال صعب او الامتحان صعب، يعني يا رب كده يسهل على اولادنا واخواتنا في الثانويه العامه، ويكرمهم يا رب بالدرجات اللي عايزينها والكليات اللي يتمنوها. نزل عليه كده، ايه ده؟ مجهودي، ضربه الجزاء، تحزيمة الماتش، انا جاي عشان خاطر ايه؟ انا جاي عشان خاطر الزمالك يكسب، هو فاركو هيكسب ولا ايه؟ كميه مشاعر متضاربه في الخلاط ومضروبه في الخلاط في الصوره واللقطه بتاعه طارق مجدي. عايز اقول لك احصائيه خطيره جدا، احصائيه لخالد طلعت الناقد الرياضي الزملكاوي بعد ماتش الزمالك وفاركو، احصائيه اندلت بتدل قد ايه الزمالك ما بيعرفش يعمل حاجه لوحده. الزمالك محتاج زقه، ادي زوبة زقة، اوعى تقولي لأ، فالزمالك محتاج زقة. الزمالك بعد مباراة فاركو بيتصدر كل الأرقام القياسية الخاصة بالتحكيم، ضربات جزاء، كروت حمراء، كله على كل شكل وكل لون يا باتيستا. تعال أقولك أكتر فريق خد ضربات جزاء الموسم ده، 9 ضربات جزاء الزمالك، 8 في الدوري وواحدة في الكاس. الزمالك أقل فريق اتحسب عليه ضربات جزاء، ضربة يتيمة، ضربة جزاء يتيمة في 30 ماتش. أنت متخيل الرقم؟ ضربة جزاء يتيمة في 30 مباراة، ده مفيش كده. ده الزمالك يخش موسوعة جينيس بطيارة بصاروخ. الزمالك أقل فريق اتحسب عليه ضربات جزاء في الموسم كله بقى، دوري وكاس. الزمالك لعب 35 مباراة، هما ضربتين جزاء اللي اتحسبوا على الزمالك، الداخلية وبروكسي، الداخلية وبروكسي. الزمالك الفريق الوحيد في مصر اللي ما عندوش لاعب بياخد كارت أحمر. قولا واحدا، اللائحه بتقول ايه؟ الزمالك ما ياخدش كارت احمر، ادي انذارات ادي، لكن كارت احمر لا، نو ابدا. ده قاعده يا بيه ولائحه يا بيه، ده قانون. الزمالك ما يطردش منه حد، احتوي على قد ما تقدر، بس كارت احمر لا، ما نعرفش احنا الكارت الاحمر ده. محمد صبحي حارس مرمى الزمالك في مشكلة وفي أزمة داخل نادي الزمالك بسبب محمد صبحي. طبعا عواد عامل أزمة لأنه رافض يجدد ورافض يخفض أصلا العقد بتاعه. عواد بياخد تقريبا 16 مليون 16 200 حاجة زي كده، يقل شوية يزيد شوية.
فالزمالك عايز يدي عواد 10 مليون، وبيني وبينكو يعني هو قيمته كده 10 مليون على قده، على قد امكانياته، والزمالك في ازمه يعني عايز يظبط الدنيا عشان يعرف يمشي اموره. فعواد رافض، ورافض يقعد حارس بديل، فطلع بره القايمه في ماتش فاركو. محمد صبحي هو كمان مشغول. محمد صبحي كان بيمني النفس الاول انه يروح النادي الاهلي. ولا اخفي عليكم سرا، محمد صبحي كان بيضغط على نادي الزمالك بحته لو مش هتوافقوا على طلباتي الاهلي مستني. الاهلي مستني. لكن المفاجاه الصادمه لمحمد صبحي ان النادي الاهلي مع تالق مصطفى شوبير قال لك لا. طب وعلى ايه؟ ليه اروح اجيب محمد صبحي؟ طب ما انا عندي مصطفى شوبير ابن الاهلي، عارف قيمة الأهلي وقيمة تيشيرت النادي الأهلي وجربناه. ومصطفى شوبير اللي وقف قدام الوداد ده، هل لو كان محمد صبحي مكانه كان هيعرف يصد الصد اللي صده؟ أبدا أبدا. فالنادي الأهلي قال لك لا شكرا يا ابن الحلال، خليك في ناديك مش عايزين، خليك في ناديك مش عايزين. فبدا محمد صبحي بعد ما كان بيطالب ب 13 و14 مليون قال لك طب ادوني 12، انا راضي ب 12. الزمالك عارض 7 او 8 مليون عشان يجدد لمحمد صبحي، واللاعب رافض التجديد على هذا الرقم. الصوره اللي هوريها لك دلوقتي دي صوره على صفحه نادي بوليفار. نادي بوليفار، نادي البوليفي صاحب حقوق او اللي الاهلي اشترى منه سافيو، منزل صوره لبرونو سافيو كاتب عليها بلغه بوليفيا او لغه انجليزيه، عموما هي لغه انجليزيه وليست لغه بوليفيا. الصحيفه او اسم الصفحه بوليفار نيوز، كاتبين عليها ان نادي بوليفار البوليفي بيحاول انه يتفاوض مع برونو سافيو من اجل اقناعه لعودته من جديد الى النادي في الموسم الجديد بصحبه المهاجم البرازيلي دا كوستا. اتمنى يا رب نخلص من الكابوس ده، كابوس بالنسبه للنادي الاهلي، كابوس. لعيب ما هوش اللعيب الواعد، حتى لو ما خدش فرصه مش باين، مش مبين امارات. المدير الفني مش مقتنع بيه، وطالما المدير الفني مش مقتنع انا مش هقول للمدير الفني ونقعد يعني نغلط كل مره. لعب صالح جمعه، انت ما بتلعبش صالح جمعه ليه؟ صالح جمعه احسن لاعب في مصر. صالح جمعه طلع مش كله شفته مين هو صالح جمعه وعمل ايه صالح جمعه. فالمدرب بيبقى ادرى مننا كتير، المدرب بيبقى شايف في التدريب اللاعب ده يستحق ولا لا يستحق. برونو سافيو لا يستحق انه يكمل في النادي الاهلي، بالذات لما رفض يسافر جنوب افريقيا قبل ماتش ماميلودي سان داونز، وادعى الاصابه علشان ما يكونش موجود مع النادي الاهلي ودرجات الحراره العاليه في جنوب افريقيا والكاميرون. عايز اقول في حاله من الصياح والشياط لدى ابناء ميت عقبه من صفقه الاهلي الجديده. النادي الاهلي يا جماعه ضم محمد رضا بوبو. جمهور النادي المنافس كان يمني النفس انه يتعاقد مع محمد رضا بوبو، خصوصا ان البعض الموهومين منهم شايفين ان بوبو زملكاوي وعيلته زملكاويه وعمره ما يبيع الزمالك ويروح الاهلي والكلام اللي ما ياكلش عيش، زي ما مروان عطيه كان زملكاوي. فكابتن شوبير اتكلم امبارح وقال لك الواد هيمان بالنادي الاهلي، الواد هيموت عشان يروح للنادي الاهلي. فطلعت صفحات 99 عقبة يهاجموا شوبير وينتقدوا شوبير ويشتموا شوبير علشان طلع قال ان محمد رضا بوبو هيمان باللعب للنادي الاهلي، وانه بيضغط على ادارة فيوتشر عشان يلعب للنادي الاهلي. ما اعرفش الناس مبهزة ليه، ما اعرفش الناس محروقة ليه. الناس اللي بتسأل عن مهيب عبد الهادي، هو فين مهيب؟ طبعا كلكم عارفين ان مهيب موقوف، مهيب عقوبته اسبوعين ايقاف، وهيرجع بعد العيد باذن الرحمن بعد الواقعه الشهيره بتاعته مع الياس الجلاص. طبعا لو انا صاحب قرار هقول لك يتوقف فيها سنه، لو انا صاحب قرار
اوقفوا سنة، ما دخلوش اعلام تاني، بس في نفس الوقت هعاقب اللي شبه مهيب واللي بيعملوا كوارث اكتر من مهيب. ما هو يا جماعة الظلم بيجي منين؟ انك تعاقب واحد وتسيب 99، ما هي تعاقب الكل يا ما تعاقبش. مهيب اخطأ، اخطأ وهو يعلم ذلك. في ناس تانية بتغلط وبتقل أدابها ليل نهار، محدش بيعاقبها. ليه؟ عشان مسنودة، وهم عارفين إن هم مسنودين، عشان كده بيغلطوا وبيغلطوا ويستمرون في الخطأ. من آمن العقاب أساء الأدب وقل الأدب كمان. شوية الهزازين المتحدين. خلصت أخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. شكرا لكم.